السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، في هذا التطبيق الجميل والجديد الذي تشاهدون من خلاله عدة قنوات، منها قنوات الرياضية وقنوات أفلام، قنوات في مجملها قنوات عربية، قنوات أيضا الـOSN، كما تلاحظون هنا قنوات البين سبور نضغط ما أكسيتي، كما تلاحظون هنا القنوات، هنا عدة سيرفرات تخص القنوات، مثلا قنوات بين سبور بالنسبة قناة الأولى والثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كل قنوات لها سيرفرات متعددة، يمكنك تجريب السيرفر الذي سيشتغل بصورة جيدة وبصورة رائعة جدا. مثلا ناخذ القناه الاولى، سنجرب هنا جوده HD، اذا لم تشتغل معنا القناه نحاول تجريب سيرفر اخر، مثلا السيرفر الثاني هنا، نجرب السيرفر الثالث، كما تلاحظون إخواني القناة شغالة، أنا فقط كتمت الصوت لحقوق الطبع والنشر، والصورة أيضا سوف أحاول تعتيم الصورة في المونتاج. نجرب قناة البين سبور الثانية بجودة الـSD، نجرب السيرفر الأول. دائما إخواني إذا لم يشتغل من السيرفر أتحول إلى سيرفر آخر حتى تشتغل القناة، كما تلاحظون هنا نجرب السيرفر HD، مثلا HD السيرفر الأول، إذا لم تشتغل تحول على السيرفر الثاني. كما تلاحظون القناة شغالة، كما تلاحظون الجودة عالية الدقة، سنحاول تجريب، ونذهب إلى مثلا قنوات شانيل TV، هنا قنوات مرتبة حسب الدول، قناة مثلا المغرب، نجرب قناة ميديا، لا أريد أن أدخل في، كما تلاحظون القناة شغالة أيضا بجودة عالية، يمكنك تكبير الشاشة من خلال الأيقونة هنا تحت بجانب الصوت، سنغادر إلى البين موفي، هنا قنوات البين موفي كما تلاحظون، قنوات البين للمسلسلات والدراما، وقنوات فتافيت للطبخ. التطبيق سهل جدا، يمكنك تصفح التطبيق كما تشاء، سنجرب قناة بي ان موفي، شغال بسرعة كبيرة جدا، كما لاحظت
عرفتم إخواني الكرام، تطبيق جميل جدا، لا يمكنكم تفويت فرصة من تثبيت هذا التطبيق على هاتفكم أو على أجهزة الأندرويد. مرجو إخواني دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى تطبيق آخر، وستجدون رابط تحميل التطبيق أسفل الفيديو، وإلى اللقاء.